أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لاستكمال حلقات استوديو الجزائر، وندخل هذا الجزء من الموضوع المحلي والذي نخصصه للقرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. يتعلق الأمر بتنظيم عملية توزيع الشعير العلفي الخاص بالأغنام، حيث كان في وقت سابق قد تم تصنيف هذه المادة فقط للنعاش، ولكن وزارة الفلاحة حاولت اليوم أن تنظم هذا الأمر بتوزيعه من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام على كل الفلاحين، على كل المربين، لتمكن هذه الأعلاف لجميع القطيع، ليس للنعاش فقط وإنما لجميع الأصناف. وقد تم تسقيف الشعير العلفي ب 3200 دينار جزائري. السؤال المطروح: إلى أي مدى هذه القرارات ستنعكس بالإيجاب على وفرة وأسعار اللحوم الحمراء التي تشهد في الأونة الأخيرة قل أكثر من عام ارتفاعا مهولا وارتفاعا مذهلا، تجاوز 2500 دينار جزائري في كل الأسواق، ناهيك عن عدم وجود المذابح العمومية التي هي معيار لتحديد كذلك السعر، لأن المذابح الخاصة ليس موكول لها تحديد الأسعار وإنما فقط للذبح والتقطيع. إلى أي مدى تساهم هذه الأسواق في ضبط أسعار اللحوم الحمراء؟ إلى أي مدى كذلك ستساهم بعض القرارات في الحفاظ على بعض السلالات النادرة في الجزائر؟ نتحدث عن سلالة الضغمة والسلالة الحمراء، والتي قال بشأنها وزير الفلاحة من النعامة والبيض على ضرورة التلقيح الاصطناعي والتحسين الحيواني الجيني. سنتحدث في هذا الجزء على ضرورة توفير الأعلاف ومدى تأثيرها على أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الجزائرية. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا الكرام يسعدني استضافة الأستاذ خير مروان، وهو رئيس فيدرالية اللحوم الحمراء. أهلا بك سيد الكريم. أهلا بك سيد بوعافية، شكرا على الاستضافة. نشكرك على تلبية الدعوة. أولا نبدأ من قرارات الوزارة الأخيرة، عاد يعني في وقت سابق كانت هذه الأعلاف أو الشعير العلفي موجه فقط للنعاش، اليوم وزير الفلاحة يتحدث على أنه ستضم أصناف القطيع كلها، كيف تقرأ هذا القرار؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال نشكر سيد الوزير على هذا القرار، يعني اللي يصب الفائدة للمربيين ويصب الفائدة لهذه المهنة تربية المواشي بصفة عامة، يعني وتشجع المربيين لأنهم هنا في الأونة الأخيرة شفنا عزوف كبير على هذه المهنة الشريفة وهذه المهنة النبيلة. يعني الناس الأعلاف أرهقت المربين، أسعار الأعلاف وندرتها أرهقت المربين، يعني أصبح هناك عزوف بعض المربيين على هذه المهنة، وتلقى يعني مدوا لهم إلا للنعاج، يقول لك كيف أنا يعطوني غير هذه وهذه. لا الحمد لله، يعني كي يكون يفتحوا المجال هكا يعطيوا لهم بصفة موسعة لكل رؤوس المواشي اللي عندهم، يعني هذا ما يعود إلا بالفائدة على الإنتاج في هذه المادة، في مادة المواشي واللحوم، وتعود بالفائدة على الوفرة والإنتاج والأسعار. المربين أستاذ منين يجيبوا الأعلاف؟ شوف احنا بصفتنا كمنظمة نقابية أولا وكتجار اللحوم بالجملة، يعني بوجه الخصوص عندنا علاقة مباشرة مع المربين هذه في التجارة. نعم، يعني لما نتكلموا معهم هم يقولوا أنه يمدوا لنا الدعم مرتين في السنة برك. نعم هذا اللي يصرحوا به، يعني اللي اغلبهم يصرحوا عن يعطونا الدعم مرتين في السنه، يقول لك اعطونا مرتين الى ثلاث مرات في السنه، وهذا الشيء ما يكفينيش، انا نوكل في 20 يوم ولا وبعد نتوجه للسوق السوداء، نولي نتعرض للمضاربه في الاسعار. منين يجيبوا المربين الاعلاف هذه؟ شكون يوزعها؟ مسؤول عليها؟ الديوان الوطني هو الحصري. نعم الديوان الوطني للحبوب هو هو يعني الحصري لتغذية الأنعام مش الحبوب. نعم تغذية الأنعام، يعطي لك الكمية على حسب كما نقولوا رؤوس المواشي اللي عندك، النعاج اللي عندك. بصح بكري ما كانش عندنا ضبط، مؤخرا دارنا وزارة الفلاحة دارت الإحصاء الرقمي للمواشي، بكري واحد ما على باله، الموال ولا المربي واحد يقول لك عندي 2000 واحد 5000، هل اليوم أمر مضبوط؟ لكن الطريقة اللي مدوا بها الأعلاف هذه اللي هنا اللي فيها كلام، الطريقة اللي مدوا بها كيف الطريقة؟ الطريقة يعني اللي راهم يمدوا بها أنك تقدم لك أنت كي يجي لك البيطري ويدير لك الحقن نتاع النعاج اللي عندك، يحط لك العدد اللي عندك وأنت توجه بها للديوان الوطني هذه الأعلاف ومن هكذا، يعطوا لك على حساب هذا،
ولكن الكل يعلم الكل يعلم انه يكون في هناك تلاعب بيكون هناك. ولهذا يعني تلاعب ما يروحش الاعلاف ما تروحش المصدر على المربين حقيقيين تروح يعني الناس خاصين يعني فيه يعني هذا فيه كلام هذا الامر ماشي انا كاين هناك الناس اللي تضبط هذا الامر ولكن فيه كلام فيها من هذا القبيل وفيه كلام من هذا الاتجاه ولهذا باش يروح هذا الكلام في رايك انت حتى تستفاد انت ماكش مربي ولكن نعم. انت مسؤول نقابي في يعني اللحوم الحمراء نعم. ولكن باش تروح هذا الدعم يروح للمستحقيه كيف صراح انت هذا الامر نرفع الدعم يعني دوك نقول لك كلام هذا تقول هذا الرجل اصابه الجنون ولا نعم. الحكومه تقول نعطيه ب 3200 دينار جزائري تقول له بعد كانوا يعطي لهم ب 1800 دينار كنا احنا قدمنا طلب انه يرفع الدعم يعني ما نبيعوش ب 1800 دينار بزاف على الدوله تاعنا ولكن نبيعوه 3500 دينار ولكن نوفروه هكذا قلت لي على التكلفه الوزير 7 ملايير دينار جزائري تكلفه نتاع هذا الدعم نعم. الوزير ان يشوف على الحساب يعني التصريح تاعو راه يصب ناحيه الوفره الوفره هي اللي تلعب دور صح تقضي على الاحتكار الوفره هي اللي تقضي وما تخليش يعني ما يتعرضش المربي يروح يشريها دوزيام ما تروازيام ما كاتريام ما كي تكون الوفره الناس بكري يقول لك كل موجود رخيص كي تكون الوفره تقضي على الاحتكار يعني اكثر شيء يرهق المربي يعني على حسب ما نتكلموا معهم اكثر شيء يرهق المربي هو ندرة الأعلاف وغلائها درك وصلوا لواحد القضية مهمة جدا نعم. تكون هي مربط الفرس واسمحني على السؤال الموالي استاذ نعم. الخير دوك هاد المربين يقول لك حنا نتعب والموالين ويعطينا دولة الدعم وإن كان ربما ناقص مرة ومرتين كما تقول رغم هكذا الخروف يخرج من عندهم 3 ملايين ولا 4 ملايين يوصل لعندكم أنتم 7 ملايين وتبيعوه الكيلو ب 250 و 300 ألف علاه هذا السعر علاه الموال يتعب ويخدم ليل ونهار ما يديش المبلغ هذا وانت اللي مريح في الحانوت نتاعك تبيعه ب 300 الف نشكرك على السؤال هذا يعني والله كنتمنى نشكرك على السؤال هذا يعني حتى نوضح المواطن الجزائري والاخ الكريم كل المواطنين الجزائريين كيف تمشي سلسله تاع تجاره اللحوم هذه تفضل تنطلق من عند بائع الاعلاف الى المربي الى التاجر متجول بالاسواق وكاين تجار الجملة وتجار التجزئة هذه السلسلة ما نقدر نستغنوا على حلقة أي حلقة منها أي مربي يقول لك اليوم خصوصا بعد العيد أنا مش بعنا اللحم لا في العيد لا في عاشوراء لا, 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 لا في المولد لا في سير الأيام لا في العلاس كان عندي لقاء كان عندنا لقاء هنا مع الصحفي الأخ سلطاني هنا في هذا المكان في الآخر كان عندنا قبل العيد قبل العيد بعشر أيام أول أيام ذي الحجة كان عندي لقاء قلت له شوف إذا كان مشات الأضاحي تباعت الأضاحي تباعت اللحوم وهذا الشيء اللي نحبه قاع الناس كلها تفرح صح راح نخلصوها مور العيد إذا كان ما تباعتش يا أستاذ خير احنا مخلصينها قبل العيد وبعد العيد لا ما عندها 200 و 300 ألف عندها عامين يا صاحبي 250 ألف شحال عندها عامين تقول لي اليوم وراء العيد خلينا نوصل الفكرة تفضل 250 ألف هذه بعد العيد كان قبل العيد أستاذ لا ما كانش 250 ألف قبل العيد بعد العيد ولا 250 ألف يعني وفات 200 ألف قبل العيد هو فات وقبل يعني 200 ألف شحال قبل العيد كان يفات للأسف يعني للأسف أستاذ خير قول له ولا غير نمشي معاك بالشيء 200 ألف شحال كان يدير اللحم قبل العيد ومليحة ب 200 ألف لا تساعد المواطن للاسف انا نقول لك ما تساعدش حتى تجر لهم ما تساعدش ولكن نجي اليوم نقولوا بلي المربي يبيع لا لا يا الاخ المحترم نروحوا اليوم نديروا روبورتاج ولا تخرج لي بريغاد ميكس ونشوفوا المربي شحال يبيع في الاسواق الاسبوعيه شحال يستقام اللحم اذا كان نجيو ننطلقوا ما نجوش نوجهوا الاتهام للناس على الباطل ونتوجهوا الاسواق الجمله للحوم نشوفوا الناس شحال راه يشري شحال يستقام لها وشحال يبيعوا حتى هنا يكون هنا نديروا روبورتاج دقيق اما نجيو اليوم في بلاطو ونتكلموا ونقولوا باللي تجار الجمله هما اللي يدوا لا لا تجار التجزئه لا لا المربي لا مشكلة يدي هيا اعطينا الحل شوف نعطيك نظرة. لا نعطيك النظره وبعد نعطيك الحل صح اذا كان فيه هناك ارتفاع الاسعار تكون من نقطه الانطلاق منين تبدا من عند المربي واش المربي واش دوره المربي يخدم ويتعب نعم تاجر له من غير المستحيل تاجر لهم سواء كان بالجمله او بالتجزئه وهذا واقع رانا نتكلموا فيه ما راناش قاعدين ندافعوا على الناس هذا واقع لانه راح نبرره لك صح تاجر لهم من غير المستحيل انه يرفع السعر صح. لانه اولا في سوق جمله كاين 50 واحد راه يبيع كما هو او هاد اثنين
المادة اللحم راهو مذبوح راهو لحم ومادة معرضة للتلف. اللحوم مادة معرضة للتلف حتى إذا كان ما خسرتلوش يدخلها الفريغو تنشف معرضة للخسارة. يعني كل تجار ماذا به يبيع يشري اليوم يبيع اليوم وباش يشري اليوم يبيع اليوم لازم ينقص السعر. استاذ عندكم هامش تاع الربح ولا ما عندكمش؟ ولا كيما تحب طاق على منطاق؟ لا هامش الربح غير محدد حتى بعد تكمل تبيع تبيع. يا اسمحني هاو الموال ولا المربي يقول لك نخرج من عندي الاخرو تاع 6 شهور نخرجوا ب 3 ملايين، علاه انتم تخرجوا ب 10 ملايين؟ لا كي تبيعوه؟ لا كيفاش لا؟ لا يا استاذ جاوبني. لا يا استاذ جاوبني كيفاش لا؟ لا يا استاذ ما كانش خروف 3 ملايين. قد يخرج من عند المربي؟ ما كانش خروف من عند المربي 3 ملايين. شحال يخرج؟ اصغر خروف شريناها من عند المربي كتجار اللحوم. شحال؟ ماشي كتجار اللحوم يدير 4 ملايين، يدير لك 14 كيلو 15 كيلو. نديرها 4 ملايين، بصح على يلحق السعر هذاك، شحال يدير الكيلو؟ معليش. هذا تاع الربل المشحين فيه كيلو، شحال فيه كيلو؟ تفضل جبد الماشينة تاعك. بالتقريب بالتقريب. دير 4 ملايين، هايدي عندك الهاتف، دير 4 ملايين تقسيم 15 كيلو. يدير فيها يدير 15 كيلو. نعم، طلع لك العملية الحسابية رانا هنا الأخ المحترم وكل الناس تفرجنا. ها هي 4 ملايين ها يا اخي تقسيم 15 كيلو اها هاي 4 ملايين تقسيم 15 كيلو كم السعر تاع العام 400000 266000 كيف يا اخي كيف تجي تقول لي ما كانش خروف اليوم تاع 3 ملايين اي مربي يقول وراهم خاوتنا ونشتغلوا معاهم ما تخدموا بالخساره كي تقول لي 266000 شوف الاخ المحترم ماك اي مربي يقول نبيع 3 ملايين وجهونا له احنا كتجار اللحوم بالجمله والله صدق درت الحساب هذاك خاسرين انتوما شوف 260 شحال تبيعوا 266000 ما نبيعوش 260 نبيعوه 250 250 لا ماشي بالخساره كيفاش لا كاين هناك امور اللي يجهلها المواطن الجزائري نعم هاد الامور احنا ديجا حتى رانا خلصوا عليها 19% عند الضرائب 19% تاع لي زابا تي في تاع لي زابا لي زابا فيها الكبده فيها الدواره فيها الزلي فيها منا هذه الا دارت لك هذا هامش تاع اللي وليت به اللور وكانت زياده تربح اذا ما دارت لك الهامش معرض ما تربح غير زلوف معرض للخساره ولهذا يعني ونجوا نلقوا اللوم على التاجر اللحوم والله تاجر اللحوم من غير ما حتى هو كان يحب يزيد كاين تجار اللي راهم منافسين معاه سير بلاص معليش قلت لي استاذ الخير قلت لي نعطيك النظره ومن بعد نعم. نعطيك الحل النظره شفتها اعطيني نعم. دروك الحل الحل تاع باش استقر الاسعار وتحبط نعم اول شيء ايوا اول شيء اذا كان السيد الوزير التجاره زيد وزير الفلاح انا يعني قد نوجه له تحيه اذا كان نجو نتكلموا اليوم نقولوا بالدعم السائر العام ماشي الا المؤسسه العموميه الفيار الكل مربين اللي عنده بطاقة مربي يعني يقيسوا الدعم نعم يقيسوا الدعم ويدي سائر العام وما نحتمش عليه انه يبيع المؤسسة العمومية لكن دير اتفاقية كاين اتفاقية اليوم نعم تكلم نعم عليها نعم الاتفاقية الثلاثية رانا راهي عندها 4 سنين ويا الدور لا هذه جديدة يبيعوا لهم لاصحاب اللحوم يعني معليش ما كانش مشكل نعطي الاعلاف للمربين باش يبيعوا للديوان تاع اللحوم اعطيني انا حر الدولة تمد لنا بالدعم تمد للمربي بالدعم تمد لهم كاع المربيين وما نلزموش انه لابد عليه انه يعني يكون دعمكم الدوله اللحم طيح قلب من 250 في نظرك نعم اول شيء حينا يرفع التجميد على استيراد اللحوم العجول الموجهه للتسمين والعجول الموجهه للذبح واللحوم المبرده اللي تجي في الحاويات اللحوم الطازجه اللي تجي في الحاويات سيد الخير ترى الحل في استيراد اللحوم نعاود نرجعوا الاستيراد هذا كحل استعجالي وحل ظرفي ونشتغل على المنتوج المحلي المنتوج المحلي كيفاش نديروا له المنتوج المحلي اول شيء تنطلق من عند زراعه الاعلاف ومنه وكذا والانتاج الاعلاف بكثافه هكذا والدعم المربي حنا كي نروحوا نستورد رانا نستورد يعني هذا حل كما نقولوا الكي يعني اخر دواء الكي رانا راح ندعموا المربي تاع الخارج ولكن احنا فيه قرار تاع السلطات العموميه نعم. احنا ما نروحوش الاستيراد حفاظا على القدره يعني المدخول للدول الوطني نعم نعم على الفاتوره تاع الاستيراد ولكن اليوم لحقنا للاسف الحم 250000 احنا نحشموا نقولوا 250000 الحم تحشموا تقولوا بصح ما تحشموش تبيعوه الله غالب تحبس المهنه هذه نحبسوا كاع المهنه هذه تاع اللحوم تحشم تبيع الحوت الحوت غالي تحشم تبيع الذهب الذهب غالي الله غالب هذه الامور ما راهوش عندها عدة عوامل وتراكمات اللي خلت الأسعار تولي هكا ماهوش تاجر لحوم ولا فهمت الأخ المحترم كي تكون هنا العرض الطلب يغلب العرض
الله السوق حكم هكا السوق على حكم في الاسواق الاسبوعيه على رؤوس المواشي واللحم يتبعها. هذه هي اللي نستغل على المنتوج المحلي، تكثيف الرقابه على المذابح العشوائيه اللي راهي تذبح الخروف هذه انثى الخروف والانثى الاقارب، هذا مجرم بالقانون. نعم هذه كفيه القوانين جرم وفيه قوانين، ولكن التطبيق احنا نريد تطبيق ميداني، ماشي اليوم نخرجوا نديروا عمليه استعراضيه نحكموا مذبح ولا نحكموا تاجر يبيع في اللحوم ونوريها في التلفزيون ونقدموا العداله ويكون هو الشجره اللي تغطي الغابه. يعني دوري يعني نعم دوريه، يعني دوريه هاد الناس، ونشتغل على ثاني الاعلاف تاعنا ونبقى نشتغل على المنتوج المحلي ونخلي الاستيراد حتى نخلق الوفره في البلاد. كي نخلق الوفره في البلاد. طب الاستاذ خير هذه نتاع اللحوم هذه بالطريقه، اذا وصلنا بالطريقه هذه شوف يعني والله كل مره نقولوا نستناو رمضان ونستناو العيد، اللحم هذا الناس ما عاد يهضروا عليه في العالم يكل اصلا ما ياكلوش اللحم في دول اخرى. شوف والله غير يعني دوك نتكلموا على تجارب اللي كنا فيهم في السابق. صح صح الدولة الجزائرية تستورد اللحوم من سبعينات القرن الماضي، كانوا والدينا يروحوا دباعين، كانت لوناب كانت لونابال كانوا منا كانوا ما يستوردوا، كانت عندنا المناطق الرعوية البلد تخرج من بير خادم تبدا تصرح والكثافة السكانية 18 مليون نسمة، واستوردنا على عدة فترات واستوردنا عدة أنواع. بس خسرنا فاتورة كبيرة. نعم معليش لا في تضخيم الفواتير معليش خسرنا 60 مليار دولار. معليش يعني نعطيك يعني وين راح التراجيكتوار تاع مسار. استورد من المسار استوردنا في السبعينات الثمانينات التسعينات الالفينات 90% استوردنا اللحوم الابقار، يعني 10% استوردنا اللحوم الاغنام. حتى 2020 تم تجميد استيراد اللحوم، ماشي غير استيراد اللحوم، تجميد عدد حفاظا على الفاتوره الوطنيه. نعم وحنا ما نصدد هذه الفكره. صح نعم ولكن في هذه المده اللي كنا نستوردوا ما اشتغلناش على المنتوج المحلي، ما اشتغلناش على القدره تاعنا المحليه، ما اشتغلناش حنا واش خصنا في بلادنا باش راه نستوردوا، ما اشتغلناش على خلينا اللي راه يذبح الخروف يذبح، اللي راه يهرب يهرب، اللي راه كاين قوانين تمنع ولكن التطبيق في الميدان ما كانش. وقضينا على الثروه الحيوانيه تاعنا، النهار جمدنا الاستيراد اصطدمنا بالواقع تزامنا مع ارتفاع اسعار الاعلاف، اصطدمنا بالواقع المرير اللي ما يحبوا حتى واحد. عيب اليوم نقولوا الحم في بلادنا 250 ألف. هيا باش نحطوا هذا اللحم كيفاش نديروا استاذ عطيني الحلول. قلت الاعلاف اول شيء اول شيء رفع التجميد على الاستيراد خاصه اللحوم المبرده، اللحوم المبرده يعني هذه تجيبها اللحوم تتوجه ديريكت للسوق. ايوه ويمنح وكما نقولوا الرخص ويفسح المجال لكل من توفر فيه شروط الاستيراد حتى نخلق الوفره في اسرع مده. العرض والطلب. نعم العرض والطلب نخلق الوفره، كي تكون الوفره تستقر الامور. اثنين نشتغل على وان كان انا بزاف نجي من في البلاطو يعني محللين. نعم. كي تقولوا على العرض والطلب يكون يحبس في الجزائر ما كانش عرض وطلب. نعم كان اتفاق افقي يتفاهموا تاع اللحوم الحمراء نبيعوا ب 150 نبيعوا ب 250 لاش تاع عندك 1000 بقري تباع واش رايك؟ لا ولا يوم شفتها انا في السوق كاين اتفاق انا توجه بس بيناتكم ما نعرفوش احنا كمواطنين. نعم احنا نسمح لنا نجيو القصابه ندخل نلقى اللحم عند عمار وعند صالح وعند مبارك نفس الارقام نفس السعر. لا. لماذا؟ لا توجه احنا دوك لازم علاش اليوم تكلمت على واحد النقطة راح توجه ليها ولا ندخلوا ليها مباشرة أسواق الجملة للحوم. هروح سقسيك على السؤال هذا لأنه درت في المقدمة ونخاف ننساه. نعم. في وقت من الأوقات كان عندنا هذو المذابح العمومية. نعم. موجودة كاين. نعم. واحد في رويسو كاين. نعم. في عنابة كاين في قسنطينة كاين. نعم. في سكيدة، على هذه المذابح العمومية معش موجودة. نعم أول شيء قضينا على المذابح هذه لأسباب الآن رانا نجهلوها، قضينا على المذابح وهذه المذابح العمومية مسيرة من طرف مؤسسات عمومية، يعني هي المخول لها الوحيد أنها تقدم لك شهادة تحديد أسعار تحت تكون فيها كما نقول تكون شهادة يسموها الميركريال، شهادة تحديد الأسعار. كي توجه لتم المذبح العمومي هذاك هو يعني الربار تاعنا. نعم لا توجه المذبح العمومي تلقاه حوالي 60 تاجر يبيع في نفس المكان وفي نفس الزمان، وتلقى المكتب تاع الدي سي بي تاع وزاره تاع مكافحه تاع قمع الغش والمحافظه على المنافسه الشريفه. نعم منافسه الشريفه يدوروا يوميا ويشوفوا الاسعار بريمير شوا دوزيام شوا تعرف السعر تم يقالني عاش مذبوحه. نعم. ولا لا نعم بارك الله فيك تم تعرف النوعيه الكاليتي تعرف لك وتعرف الاسعار تاع النوعيه وتعرف النوعيه وتعرف الكميه. كي تشري عليه مثلا كيما نقولوا حنا عليه وكليف ماشي كيما تشري عليه 10، كي تشري عليه بريمي شوا ماشي كيما تاع دوزيام شوا، تا
تم هذه هي اللي حبينا احنا تلحق عند المواطن. كي يدخل خويا اليوم غدوه ان شاء الله عند الجزار يقول لك عندي الخروف تاع 170,000 عندي الخروف تاع 240,000 صحيح يبيعنا كيف يعني نعجه نعجه نعم. للاسف هذه اللي ما حبينا احنا نلحقوا اليوم تولي عندنا كي تدخل عند تاجر ماشي عيب تدخل عند تاجر تجزئه يقول لك خويا عندي الخروف تاع 240,000 عندي الخروف تاع 180,000 طبيعي هذا وانت راك حر شري واش حبيت وهذه طبيعي تفهم باللي هذا بريمي شو هذا دوزيام شو هذه يعني هذه المذابح هي ريفيرونس حتى اليوم اذا جينا نستورد كاين معلومه اللي يجهلها كثير من الناس حتى اليوم اذا جينا نستورد بون شي جميل اليوم رانا نديرو في الاحصاء باش نعرفوا واش عندنا الثروه الحيوانيه ولكننا لازم نعرفوا شحال ياكل شحال الاستهلاك تاعنا وكيف نعرف الاستهلاك تاعنا احنا بهذا المذابح انت هذه مؤسسه عموميه عندها الانضباط في التسيير وفي الاداره منها اي وزاره تصل بالمؤسسه العموميه هذه قال يا ودي شحال هاد الدولار يجيو شحال بعتوا اليوم لا هاد الناحيه شحال كلات العام هذا شحال ذبحتوا بقري شحال ذبحتوا غلمي شحال الطوناج تعرف هاد الناحيه كاع شحال كلات نعرفوا احنا شحال القدره الاستهلاكيه تاعنا مع القدره الثروه الحيوانيه اللي عندنا نشوفوا شحال القياس شحال لازمنا سواسوا بالتدقيق ما نبقاوش نستوردوا هكذاك وفقط ولهذا هاد المذابح وهاد الاسواق الجمله يعني نوجه نداء للسيد الوالي من خلال منبركم الموقر اذا سمحت تفضل يعني المذبح يعني اللي كل مره يصدقوا عليه وكل مره يصدقوا عليه مذبح هذا تاع ولاد جبل كان بكري كنا نسمعوا باب علي وبعدين ما تبناش باب علي وبعد برقي وبعد ما تبناش برقي وبعدين دوك انا نسمعوا ولاد جبل يعني راهم صدقوا عليه مرتين او ثلاثه يا سيد الولي هذا راه مذبح وسوق جملة هذا ما راش مذبح ما يجي حتى واحد يقول لك اليوم باللي راه عندنا لي زاباتوار بريفي ولا عندنا مذابح خاصة مذابح خاصة يعني إضافة يعني للبلاد وشي جميل ولكن تبقى مذبح خاص فلاكريمون تاعو ولا شو الفرق بين المذبح الخاص والعمومي؟ نعم المذبح الخاص فلاكريمون تاعو عنده الذبح والتقطيع فقط ولا شرج ممنوع عليه البيع ما عنده صفة البيع صفة البيع تكفل بها إلا المذبح العمومي وانت حاب تخلي الدولة الجزائرية تحت رحمة الخواص من الدولة تاعنا ما تكونش عندها مذبح وسوق جملة تاعها شفت انت اي بلد ما كان سوق جملة فيه كيف اليوم احنا الحمد لله عندنا اكثر من 46 سوق جملة تاع خضر وفواكه ما عندناش واحد تاع لحوم دين دول الجيري ما نستاهلوش يكون عندنا مذبح يقدم لك خدمة صحية يقدم لك تحب دير ريبورتاج حبط في الاسعار نعم تحب دير ريبورتاج قد ما يكون تنافس اي شيء يكون تنافس عليه الا يهبط السعر تاعه يكون تنافس الا يهبط السعر تاعو اليوم رانا في مذبح الحراس اليوم المشكل احنا في الجزائر يا استاذ وهذه القضيه هذه اقتصاديه نعم. معروفه في العالم كامل نعم. بصح حنا يتفاهموا على روسنا يا استاذ ما منجيبو كامل لم ما منجيبو كما قلت لك 1000 بكريف يبيعوه يقول لك بري واحد هذا هو المشكل في الجزائر لا توجهت الاسواق الجمله اذا كان هذه المعلومه من اي منين جيت بها ولا شكون قدمها لك لا يسالوا الصحافي عن المصادر لا 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 يعني مانيش ندير ولكن للتنوير فقط ماذا بيا الاخ المحترم توجهوا للاسواق الجمله دير ريبورتاج تاعك في سوق الجمله شوف اذا كان هناك ناس تفهم على الاسعار ولا واحد يتفاهم معه ماذا شوف كي تجي داخل من الباب تبان لهم باللي انت مشتري كيحب يبيعوا لك لان اللحوم هذيك تعرف في كلمه في السؤال الاخير بالنسبه للسلالات النادره في الجزائر يعني مش نادره ولكن مميزات ولا الدغمه سلال نعم. الحمراء في عين الصفراء نعم. الوزير تحدث اليوم بضروره يعني التلقيح الاصطناعي والتحسين الجيني الحيواني هذا الاجراء هل يساهم في الحفاظ على الثروه الحيوانيه الجزائريه نعم. يحافظ اول على راس تريح الهويه تاعنا تاع الثروه تاعنا تريح الهويه يهربوا فيها الدول الاخرى نعم. نعم. عندنا هذا تراث وطني شوف انا يديوها دول اخرى ضدنا شوف. ويحاربونا بها يقول لك هذا تاعنا نبيعها نعم في فرنسا نبيعها نعم في اوروبا نعم وهي تاع الجزائر هذه تغيضنا هذه شهاده يعني قدمها للوالد تاعي رحمه الله عنده 14 ملي مات عنده قريب 60 سنه في هذا الميدان في تجاره اللحوم يعني وكان كما نقولوا عامل عند نابال كانوا يبعثوهم ذباحين بكري داروا نعم داروا كاع اللي زبطوها كاع المذابح تاع العالم قال لقينا كل انواع تاع البقري الا انواع تاع اللحوم تاعنا تاع الغلمي ولا بلد عنده اللحوم تاعنا تاع الخروف لانهم وهما البلدان هذو كاع يعرفوا باللي ما عندهمش النوعيه تاعنا موجوده الا في الجزائر هذه السلاله الا في الجزائر بعض السلالات الا في الجزائر
والناس حبت تديها وحبت تصبح تولي تاعو يا الاخ المحترم. كما سرقونا اللباس التقليدي وسرقونا التراث، ما نولوش للور بزاف، ما نتعبوا كنقولوا للور بالك الناس ما تشفاش. الجيل هذا تاع دوك تولي شويه غير للور 10 سنين 15 تشوف سلالات، كان تدخلنا سلالات تاع بلدان مجاوره منه من يعني والله غير واحد شغل درت عليه فوتوكوبي صح كبش واحد تقول درت عليه 300 بصح حنا لا عندنا سلالات تاعنا لا عندنا تاع ولا جلل ولا هذه الحمراء ولا كي تشوفها تتمتع حتى في يعني في شكل وباء يعني كنا عام كي تشوفها تتمتع تحشم تذبحوا صح والله تحشم تذبحوا يغيظك يعني يغيظك تحشم تذبحوا والنوعيه تاع اللحوم تاعها يا اخي المحترم. نتمنى ان شاء الله انه الاسعار تنخفض واستاذ خير مروان كذلك يحقق ارباح تاعو والحمد لله والجزائر كامل تكون فرحانه. شكرا لك الاستاذ خير مروان وانت رئيس في دراية اللحوم الحمراء على كل هذه التوضيحات. شكرا على الاستضافه وان شاء الله يكون هناك الاستقرار في البلاد من كل النواحي وخصوصا في اللحوم. الهدف تاعنا هو يعني نعم اللحوم يعني للاسف لحقت الاسعار هذه ولا واحد يحبها. ان شاء الله تنخفض الاسعار وبارك الله فيكم على الاسئله. شكرا لك سيدي الكريم. مشاهدينا الكرام الى هنا ناتي لختام حلقه استوديو الجزائر التي كانت في جزئين من فريق العمل اجمل التحايا مني اطيب المنى سهره ممتعه سلام الله عليكم.